ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو ظهرت فيه الممثلة الأردنية صبا مبارك وهي تتعرض لموقف محرج على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي. وفي التفاصيل، وخلال توجه صبا لالتقاط الصور التذكارية مع المعجبين الذين تجمهروا أمام السجادة الحمراء، وخلال مغادرتها تفاجأت بمعجب يحاول إمساك يدها مما دفعها إلى سحبها بسرعة وبدا الانزعاج على وجهها. يذكر أن صبا مبارك حضرت إلى مهرجان القاهرة السينمائي لعرض فيلم بنات عبد الرحمن الذي تشارك في بطولته، وقد فاز الفيلم بجائزة تصويت الجمهور جائزة يوسف شريف رزق الله ضمن المسابقة الدولية في المهرجان. ومن ناحية أخرى، كانت انهارت الفنانة الأردنية صبا مبارك بالبكاء مباشرة على الهواء خلال برنامج أب توكس. ترى هاي مو بأول مرة نصور. هيك راح تبلش؟ أنا قبل أبلش شي صدق. وفي التفاصيل، وعند حديثها عما يحدث مع بعض الأهل تجاه أبنائهم، لم تستطع صبا مبارك التقاط أنفاسها بل انهارت بالبكاء، وظهر ذلك في برومو مقابلة جمعتها مع الإعلام الإماراتي أنس بوخش. ووجهت نصيحة لجميع الأهل بشأن التربية، وكشفت أنها كانت قد قررت ألا تبكي لكنها لم تستطع الصمود أمام مثل هذه الأمور عندما ترى تقصيراً، وأردفت في معرض حديثها موجهة النصيحة للأهل قائلة: ما تخالفوا إذا كان باستطاعتكم الاعتناء بهم، الأهل لازم ينتبهوا كتير في تربية الأبناء. وتحدثت وهي مستاءة بشأن علاقتها بوالدها ووالدتها عندما كانت في طفولتها، متابعة أنها كانت معقدة على أقل تقدير، مردفة أنها لا تستطيع الحديث في تفاصيل هذه القصة دون انتقادها. هذا وكانت استذكرت الممثلة الأردنية صبا مبارك طليقها المخرج التونسي شوقي الماجري، مؤكدة أن غيابه ترك فراغاً كبيراً في حياتها. وخلال ندوة أقيمت لفيلمها بنات عبد الرحمن للمخرج زيد حمدان المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي بمشاركة صناع الفيلم وأبطاله، تحدثت صبا مبارك عن طليقها الراحل شوقي الماجري مشيرة إلى أنهما انفصلا قبل وفاته بفترة قصيرة، وأضافت: كنت أسأله في العديد من الأمور فهو أبو ابني وصديقي، شخص من دمي، ابني هو ابنه، فهو جزء من حياتي وغيابه ترك فراغا كبيرا، الناس كلها ما زالت تحلف باسمه رغم وفاته.